السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا النهاردة في الأكيوت Emergency بلوك عن الامرجنسي فيرست ايد مانجمنت اوف تروما بيشنتس المحاضرة اللي فاتت كانت بارت 1 اتكلمنا فيه عن البرايمري سيرفي والنهاردة الجزء التاني هنتكلم عن سكندري سيرفي هكلمكم في المحاضرة دي عن definition and goals of secondary survey وهنفرق ما بين البرايمري Secondary سيرفيز وهنتكلم عن الابروتش اوف سيكندري سيرفي زي ما اتكلمنا قبل كده عن الاي بي سي دي اي ابروتش للبرايمري سيرفي السيكندري سيرفي برضو ليه ابروتش اللي بيتكون من فوكس هيستوري هيد تو تو اكزامينشن دايجنوستيك تيست اند بروسيجرز وهنتكلم عن الترانسفير اوف تروما بيشنت هننقله ازاي وبعد السيكندري سيرفي بوست ريسستيشن كير والورنينج ساينز اللي نخاف منها وأخيراً هعلمكم إزاي نقرأ وإزاي نكمل تشيك checklist أفتر برايمري أند secondary surveys وبفكركم بالألجوريزم ده اللي بيبين ال steps أو phases of emergency trauma management علشان ما نتعامل مع patients في trauma ديبارتمنت أو في emergency ديبارتمنت يكون trauma patient أو أي critically ill patient فإحنا بنتعامل معاه بالستة phases دول بنبدأ بالترياج بالبرايمري سيرفي سكندري سيرفي ستابلايزيشن ترانسفير تو ديفينيتيف كير ومبدئيا يو شودنت ستارت سكندري سيرفي انليس يور از مش بنبدأوا ابدا غير بعد ما بنخلص فترة الانيشال اسسمنت والبرايمري سيرفي والريسستيشن تو اور بيشنتس والبيشنت يبقى ستابلايزد دلوقتي هنبدأ السكندري سيرفي مش قبل كده وفي كل فيز من الفيزز دي of management بيبقى ليها هدف رئيسي أنا بسعى ليه يعني في الانيشال initial assessment أو في الـ triaging of the patient أنا هدف الرئيسي إن أنا أحدد الـ urgency of this patient عن طريق إن أنا detect لو في life threatening conditions في البيشنت ده ولا لا عشان أحدد مين العيان اللي هشتغل عليه الأول يعني مين الـ emergent ومين اللي less urgent إن أنا ما اشتغلش عليه دلوقتي أشتغل على الـ emergency الأول والموست urgent الأول الهدف الرئيسي من ال primary assessment أو البرايمري primary survey هو resuscitation علشان كده الالجوريزم بتاعه A B C D أي e approach بمشي في systematized بشوف كل ال- 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 important vitals في ال وبصلحها ما بسيبهاش غير لما اصلحها الهدف الرئيسي من ال secondary assessment هو إن أنا أوصل ل provisional diagnosis أو differential diagnosis يساعدني إن أنا أبني خطة عمل أو action plan لطريقة المانجمنت بتاعت البيشنت ده عن طريق الهيستوري، عن طريق الإجزامينيشن، وعن طريق البروسيجرز أو التستات اللي أنا بطلبها للبيشنت ده. فكل خطوة من دول بتركب على الخطوة اللي قبلها. ما ينفعش إن أنا أبدأ في خطوة قبل ما أكفي الخطوة اللي قبلها. يعني لازم هبدأ سيستماتيكالي. Initial Assessment بTriage, Primary Assessment primary Survey, Secondary Assessment بالسكندري Survey. الجدول ده بيوضح أهم الفروقات ما بين البرايمري Assessment، أو الـ Primary Survey وما بين الـ Secondary Assessment أو Secondary Survey من حيث الـ Definition ده اللي قلته، من حيث الـ Stages of Evaluation، من حيث الـ Accompanying مع الـ Triage، إحنا قلنا إن الترياش ده بيبقى الأول وبيبقى شابك فيه على طول الـ Primary Survey آه لكن الـ Secondary Assessment أو الـ Secondary Survey ده بيبقى بعد الـ Triage وبعد الـ Primary Survey، طريقة الـ Primary Survey بالـ A B C D E Approach، الـ Secondary Survey Focused History، أمبل أو سامبل هتلاقوها في كتب كتيرة مكتوبة أمبل وفي كتب كتيرة تانية مكتوبة سامبل. الـ دي هنشوف هتبقى تدل على إيه في الشرايح اللي جاية. والـ Head to Toe Examination والـ Diagnostic Tests and Procedures والـ Ongoing Reassessment. ده الـ Approach of the Primary of the Secondary survey. الغرض منهم طبعا مختلف، الغرض من ال Primary Survey Assist, Resuscitate and Stabilize, stabilize Your Patient. الغرض من ال Secondary Survey إنك تريد تريد إن إحنا نعمل Diagnosis مختلفة، تريد تريد إن إحنا نعالج الكونديشن اللي عندك من الاسوشيتد او من الحاجات السيميلار دايجنوزز اللي زيها فلازم اعمل ديفرنشال diagnosis واضح الغرض ان انا اعالج البيشنت والغرض ان انا في اخر السكندري سيرفي اوصل لبروتوكول اتعامل بيه مع البيشنت ده ازاي هيعمل عمليات ايه ايه ال Investigations المطلوبه منه ايه اللي مطلوب اعمله في بالظبط فيه الدراجز اللي هياخدها هتبقى ايه او بمعنى اصح اكشن بلان اول خطوه من خطوات السكندري سيرفي هي ان انا باخد هيستوري كويس الهيستوري ده باخده منين انا محتاجه الم داتا عن البيشنت فبلم داتا دا ده من البيشنت نفسه اذا كان كونشوس من البيشنت ريليتيفز اللي جايين معاه من الـ 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 الناس الباراميديكالز والهيلث تيم اللي جابوا في المستشفى سواء عربيه الاسعاف والنيرسز وكل الناس اللي كانت حاضره للايفنت اللي حصل او للتروما اللي حصلت او للمشكله اللي حصلت للبيشنت ده واتيفر كانت المشكله ايه فانا بلم داتا من كل الناس دي طب بلم داتا ازاي بلم داتا بشكل منظم آه، عملوها لنا بسيستماتايزد ابروتش بالنسبه للهيستوري سموه سامبل او في كتب زي ما قلت بتبقى امبل لكن هو زاد عليها الاس بقت سامبل فالسامبل دي عباره عن ايه انا بسال على الساينز والسيمتومز ات ذا اونست اوف ذا ايلنس يعني اول ما حصلت المشكله دي البيشنت ده كان فيه ايه ايه اللي كان ظاهر عليه الاي فور الرجيز الام فور ميديكيشنز البي for past medical history وال for the last meal وال-E for events عشان اعرف من ال دي الميكانيزم of the injury او الميكانيزم of trauma حصل ازاي في ال-Secondary Survey علشان اوصل ل provisional Diagnosis L في ال-Patient بالضبط اي معلومة باخدها سواء كان ال-Patient من ال-Patient او من ال-Patient Relatives او من سواق عربيه الاسعاف اللي جايبه او من الممرضين والممرضات اللي شافوه اول ما دخل او من اي حد يتعامل مع البيشنت ده في فتره الكريتيكال ايلنس او في فتره التروما اللي حصلت له اي معلومه هاخدها منهم هتفيدني فانا لما بسال بسال على الحاجات اللي ممكن تكون حصلت للبيشنت زي مثلا هل كان عنده مشكله في البريسنج ديفيكولتي نفسه زاد نفسه قل ودايما لما نسال للبيشنتس والبيشنت ريليتيفز بنسال بلغه يكونوا يفهموها وانت عمرك ما هتقوله مثلا احكي لي حصل لك ايه ويبدا البيشنت يحكي لك كل حاجه لكن انت ممكن تساله في صيغه سؤال وجواب يعني مثلا طيب طب نفسه كان كويس طب هو لما وقع في البيت كان كان فايق هيقولك هيقولك هو وقع لكن لو كان فايق لو سألته هو كان فايق يقولك لأ أصل هو الأول كان بيدوخ طب هي الدوخة دي أول مرة تجيله لأ أصل هي له قبل كده ثلاث مرات فدايما لما بنسأل الأسئلة للبيشنتس وللبيشنت ريليتيفز لازم بنبقى سيستماتيزد وفوكس الإجابة للسؤال تبقى يس yes no. مش هخليه لي لأن هو لو حكى لي بس وسبته يحكي ممكن حاجة في النص تتوه وتبقى مزد منك فدايما خليك خليك واضح وفوكس في الأسئلة اللي بتسأل فيها البيشنت ال أو البيشنت ريلاتيفز عن الساينز والسيمتومز فهنسأل مثلا في بريسنج ديفيكولتيز في تاكيبنيا تاكيكارديا كان في فيفر كان في هيدك قبل كده كان في ابدومينال بين قبل الأكيوت ابدومين دي كان في ابدومينال بين الأورال انتيك أخباره إيه كان بياكل ويشرب ولا كان في مشكلة مثلا هل كان في بليدنج طيب لما مثلا السيمتومز دي هل حصلت اكيوت مره واحده ولا كان تعبان بقاله فتره طيب لو عيان تروما ممكن اسال طب هو التروما دي حصلت الساعه كام طب ايه اللي حصل بالظبط طب وقع ازاي طب الميكروباص حصلت له الحادثه ازاي من الكلام ده انت بتبني صوره او فكره عامه عن اللي حصل يعني لما حد يقول مثلا لا والله دي كانت حادثه شديده ده الميكروباص اتقلب ثلاث مرات فانت تتوقع ان العيان ده ايه ده polytrooma بيشنت حتى لو جاي لك بكسر مثلا في ايده او حاجه بس دي انجري شديده يبقى لازم تعمل اسسمنت للبيشنت بتاعك بشكل مور ديتيلد اكتر وتركز على حاجات كتير لو اقول لك مثلا ده عيان واقع من فوق فلازم تعرف ان العين اللي واقع من فوق ده بيبقى فيه سسبكت ان يبقى فيه cervical spine injury فتاخد بالك من النقطه دي اول حاجه تعملها له مثلا تطلب له شيست اكس راي على السباينز سيرفايكال وال وال, وال والباك سباينز كلها علشان تشوف كلود ان يكون عنده سباين انجري فالهيستوري بيبقى بيوضح لك حاجات وبيبين لك حاجات عن الساينز والسيمتومز بتساعدك ان انت تقدر تبني بروفيشنال دايجنوزز وان انت كمان تشوف ايه الانفستيجيشنز اللي انت بتبقى عايزها في البيشنت ده بالذات في الهيستوري كمان احنا مهم ان احنا نعرف العيان بتاعنا ده allergic لحاجات معينه ولا لا عنده حساسيه مثلا للبنسلينز عنده حساسيه لانواع معينه من الفودز لو طفل صغير ده مثلا ففز عنده مرض اي حاجه ممكن تاثر عليا في اختيار الدراجز اللي انا بديها للبيشنتس لازم اكون عارفاها والبيشنتس بيبقى عندهم مثلا allergies لميديكيشنز معينه او لفودز معينه بيبقى البيشنت نفسه عارف وبيبقى اهل البيشنت كمان عارفين اللي هما ريليتيفز فنقطه زي دي ما تغفلوهاش ابدا وانتوا بتسالوا في الهيستوري اللي بتاخدوه في السكندري سيرفي من الحاجات المهمه برضو الميديكيشنز البيشنت ده ماشي على ايه ميديكيشنز ممكن يبقى عيان ازماتك وماشي على بخاخات وليها مواعيد معينه لازم ياخدها ممكن يبقى عيان هايبرتنسيف وماشي على ادويه ضغط عيان دايابيتك اي ميديكيشنز البيشنت بياخدها لازم تبقى عندك فكرة عنها وتسأل عنها ومش بس كده تبقى واخد كمان فكرة عن أو تسأل عن اللاست دوس دي اتخدت إمتى يعني لو عين هايبرتنسف مثلا و... وماشي على دراجز معينة المفروض تبقى عارف دراجز دي خدها آخر مرة إمتى والمفروض ياخدها تاني إمتى فدي من النقط المهمة جدا الالرجيز لل... للبيشنس والميديكيشنز اللي ماشيين عليه في الهيستوري كمان بنسأل على الباست ميديكال هيستوري الدراجز اللي ماشي عليها الامراض اللي جات له قبل كده كان عنده ضغط كان عنده سكر كان عنده أريزميز قبل كده مثلا ده طفل كان فيه congenital heart disease تشوف تسأل عن ال past surgeries العمليات اللي عملها قبل كده يعني ممكن انت تعرف ان اتعمل له عملية قبل كده يحكيها لك حد من relatives بمنتهى الأريحية كده يعني تسأله مثلا هو عمل عمليات قبل كده يقولك اه بس هو كان في مجدي يعقوب عمل كان عنده تغيير صمام وعنده كذا تكتشف ان ده مثلا فالوتس تترولوجي والعيان كان صعب جدا وحالته صعبه جدا و و و مثلا تسال طب هو كويس يقولك اه هو بس مفيش غير العمليه اللي عملها من سنتين طب ايه هي العمليه اللي ما عملها من سنتين تكتشف ان كان عنده مثلا كبج وموسع ثلاث شرايين ومغير صمامين وعامل معرفش ايه وعامل ايه وعامل ايه فالهيستوري الباست ميديكال هيستوري من الحاجات المهمه جدا ما تغفلهاش لا في دراجز او في كونديشنز او في بريفيوس سيرجريز البي كمان في الباست ميديكال هيستوري كان اكاونت فور او for فور البريغنسي ما تغفلش أبداً لما تجيلك واحدة في ميل سواء كان في الامرجنسي ديبارتمنت عموماً أو في التروما ديبارتمنت لو جاتلك في ميل في الريبرودكتيف بيريوت متجوزة لازم تسأل على البريجننس هي بريجننت ولا لا ولو هي بريجننت يبقى لازم نجيب الفيزيشن الأوبستاتريك فيزيشن علشان دوكيومنت البيشنت فيابيليتي لأن ممكن بعد كده بعد ما نخلص خالص تقولك لا ده انتوا انا كنت حامل وانتوا اللي قتلتوا الولد انت المفروض العيان بتاع الاصابات ده او بتاع التروما انت بتوديه يعمل اشعه وبيعمل اشعه كتيره جدا وبتدي دراجز طب ولازم دوكيومنت هل في بيبي ولا مفيش علشان الليسا الافكت للأشعاعات اللي بتحصل دي ماشي انا لازم هعمل الاشعات بس لازم ابقى دوكيومنتنج الكونديشن بتاع البيبي وابقى حريصه جدا في الدوزز بتاعة الأشاعات اللي انا بديها فالاكسكلودنج او دوكيومنتنج اذا كانت الفيميل بريجننت ولا لا ده من الحاجات المهمه جدا في الهيستوري او الفوكست هيستوري اللي باخده في الـ primary في الـ secondary survey من الحاجات المهمه كمان اللي بسأل عنها في الهيستوري هي اللاست meal امتى اخر مره اكل واكل ايه؟ هل هو اخد اه, liquids بس ولا فود؟ والفود اللي اخده هل هو solids ولا semi solids؟ يعني مثلا هل هو اكل زبادي بس دي سيمي سوليدز ولا اكل اكل بقى رز ومكرونه وحاجات كده يعني فدي سوليدز الوقت كمان مهم ما بين اخر مره اكل اللي هي اللاست ميل وما بين البرزنتيشن للالنس او الانجري آه كقاعده عامه التروما ديلي الجاستريك امبتنج تايم فلو هو كان اكل قبل ما يعمل مثلا التروما دي او قبل ما يعمل الحادثه بساعة أو بنص ساعة فأنت هتعرف إن الأكل ده لسه موجود في الاستومك طب ده يهمني في إيه؟ لا طبعا يهمني كتير البيشنت ده ممكن يبقى بوسيبل ان هو ياخد جنرال انستيزيا بوسيبل ان انا اركب فيه تيوب انتو تراكيال تيوب انا لو جيت اركب تيوب او جيت انيم البيشنت ده ممكن يحصل له فوميتنج uh, للجزء الموجودة في stomach. الحاجات الموجوده في الاستومك الحاجات الموجوده في الاستومك بواقي الاكل اللي موجود في الاستومك دي هايلي اسيدك لما بتنزل على الشيست دي طبعا بتعمل انجريز كتيرة جدا وبتعمل حاجة اسمها اسبيريشن نمونيا فانا لازم ابقى عارفة العيان ده اكل ولا مش اكل دي حاجة مهمة جدا ما ننسهاش في الهيستوري الفوكسد هيستوري اللي احنا بناخده آخر حاجة في الهيستوري اللي هي ال E which accounts for events آه علشان اعرف بسأل شوية اسئلة علشان اعرف منها الميكانيزم اوف انجري حصل ازاي آه هسأل مثلا الحادثة دي حصلت فجأة أو الانجري ده حصل له فجأة يعني مثلا الحادثة بتبقى معروف إن هي صادن أونست، لكن ده لو بيشنت مثلا داخل في الإمرجنسي ديبارتمنت لحاجة تانية مش تروما، لازم أعرف هل الأونست ده كان صادن ولا جراديوال؟ لو هي انجري لازم أعرف نوع الانجري دي إيه؟ هل ده حريق؟ هل ده حادثة عربية؟ هل ده واقع من فوق؟ ده خبط موتوسيكل؟ دي خبطها عجلة؟ ده خبطه قطر؟ فلازم أعرف الميكانيزم. الهازردز اللي كانت موجودة في السين ممكن كمان تديني فكره هل في انفكشن هل في البيشنت تتعرض لانفكشن اتعرض لراديشن هعرف منها برضو مشاكل اللي ممكن تاثر على الدايجنوزز للبيشنت بتاعي كمان الفتره اللي من اول ما حصلت الانجري دي لغايه لما وصل لي الفتره دي اخد فيها درجز اخد فيها اي نوع من انواع التريتمنتس ممكن لو هو مثلا جات له عربيه اسعاف طب جوه عربيه الاسعاف الناس اللي اتعاملت معاه في الاول حد اداله دراجز حد مثلا ركب له كانيلا واداله فلويدز حد اداله اي نوع من انواع الدرجز ارستد مثلا وهم جايبينه وعملوا له ريسستيشن ورجعوه الحاجات المهمه دي دي مهمه جدا في الدايجنوزز هتساعدني جدا ان انا اقدر اوصل لبروفيشنال دايجنوزز وكمان احدد ايه انواع التستات والبروسيجرز اللي لازم اعملها للبيشنت ده بعد ما اخدنا هيستوري كويس دلوقتي بقى خطوة الإكزامينيشن الإكزامينيشن أنا هعمله على مرحلتين أو بطريقتين من التفكير أنا بعمل فوكست فيزيكال إكزامينيشن للأريا أوف كونسيرن يعني مثلا لو واحد معروف إن هو أو مثلا جاي لي بيقولوا إن هو اتخبط في راسه أوكي فالأريا أوف برايمري كونسيرن هي الهيد أند نيك فبعمل فوكست اكزامينيشن عليها بشوفها كويس بشوف كل الساينز والسيمبتوم بشوف كل الساينز اللي ممكن تبقى موجوده في الهيد اند لو واحد مثلا البرايمري إلنس أو البرايمري إنجري كان في الشيست فبدور على كل حاجة في الشيست وبعمل ديتيلد respiratory أسيسمنت للعيان ده من أول الأسكالتيشن والبالبيشن والبركاشن والإنسبكشن والأسكالتيشن وكل حاجة فيه بالإكزامينيشن لازم بركز على النقطة دي لكن أنا كمان العيان اللي جاي لي ده أنا لازم أعمل عليه رابط أو بريف هيد تو تو إيفالويشن اللي هي بنقول عليها بالعربي كده فحصت العيان من قمة رأسه إلى أخمص قدميه يعني من أول رأسه فوق لغاية رجليه تحت لازم أعمل لها فحص سريع أو سيرفي سريع ليه؟ عيان التروما مش مش يعني ممكن ما يكونش كونشوس فهو لو أن كونشوس ومكسور في حتة مش هيقول لك أنا الحتة دي مكسور فيها يعني الطبيعي مثلا لو في كسرة او في انجري بيبقى فيه بين فلو عيان كونشس هيقولك لك هيقول لك مثلا انا رجلي وجعاني لا ايدي وجعاني حتى لو ما قالكش لو انت بس مجرد لمستها هيشكي من بين شديد فانت هتعرف ان المنطقه دي فيها بين او فيها فيها كسر او فيها مشكله لكن إن لو جالك مثلا عيان بولي تروما بيشنت وهو unconscious او دراوزي او كونفيوزد فالنقطه دي مش هتعرف توصلها لها بالهيستوري ولا بالاكزامينيشن غير لو عملت الهيد تو تو سيرفي انك تمسك من اول الهيد لغايه الفينجرز اوف ذا فوت وتعمل لهم اكزامينيشن اكزامينيشن سريع يعني بتحسس عليهم بتبص عليهم بتشوف ايه لو في اي مشكله الهيد طبعا ليها نصيب الاسد الهيد والنك سبع مناطق بنشوفها في الهيد والنك من اول الهيد والايرز والايز والنوز الماوث الفيس والنك وبعدين بنفحص الشولدرز والكلافيكلز بنحط ايدين عليهم ونشوف الكونتينيوتي للبونز هل فيها كسر هل فيها مشكله وطبيعي لو البون معروف طبعا ان البون لو مكسورة مش هتلاقي فيها سيمتري زي الناحية التانية هتلاقي الكسر عوج لك شكل اللمب فهتعرف ان فيها كسر او هتلاقي في ورم شديد على المكان دوه فيبقى سسبكتنج ليك انك تعمل اكس راي على المكان ده تشوف هل في كسر ولا لا بنشوف الشولدرز والكرافيكلز والشيست والابدومين الهيبس والبلفز اللور ليجز والفيت الفور ارم والهاندز وال والفينجرز والفوت الفينجرز اوف ذا فوت تمام؟ زي ما الاكزامينر اللي في الصوره عندكم بيبين هو بيحسس على كل منطقه من المناطق دي علشان يتاكد ان هي ما فيهاش اي ابنورماليتي. يبقى انا في خطوه السكندري سيرفي انا عندي dual thinking ازاي يعني؟ انا بدور على الحاجات اللي في البرايمري primary area of concern مكان الخبطة فين وبدور على البيشنت كله كوحدة واحدة from head to toe بعمل بيها brief examination ال area of primary concern مثلا في الابدومين بدور هل في هيباتوميجالي هل في مثلا evidence of uh, abdominal enlargement في collection انا شك فيه فادور ابعت اجيب السونار واشوف هل في collection ولا لا الشيست هل انا شاكه ان في مشكله فبص عليه وأشوف هل في difficulty breathing هل في مثلا مش قادر في ديزني مش قادر ينام على ظهره اشوف مثلا لو في خبطه في وشه او في راسه ابص على النوز هل فيها مثلا ساينز of obstruction هل في ابستاكسز اشوف احط ايدي على النازل بريدجز اشوف ممكن يكون عنده كسر كان بيتخانق ومثلا حصل له فراكشر نوز فالحاجات دي كلها لازم لما بفكر افكر بطريقتين زي ما قلت لكم هيد تو تو سيرفي وسبيشال ريفرنس للاريا اوف برايمري كونسيرن اخر خطوة في الفوكسد اكزامينشن في السكندري سيرفي هي تو لوج رول يور بيشنت اند اكزامين ذا باك بس شايفين قد ايه كام واحد بيعملوا له لوج رول بيلفوه على جنبه اربعة ده غير اللي هيعمل اكزامينشن اللي مش باين في الصورة يعني هما الاربعة دول مثبتين البيشنت كويس جدا من الليجز من الهيب من الـ من الهيد اند نيك وبيجي واحد خامس هو اللي بيعمل بيحسس على مناطق السباين وبيحسس على الهيب والباك ويشوف كل حاجه فيه ويعمل اكسبوجر للبيشنت ويشوف كل حاجه فيه اكزامينيشن ان ديتيل عشان يتاكد ان مفيش انجريز في الباك بس دايما خلوا بالكم خطوه اللوج رول دي بتبقى اخر خطوه ولازم يعملها تتعمل بالتكنيك ده ولازم نخلي بالنا ان ممكن يبقى فيه سباين انجريز فخلوا بالكم جدا وانتم بتعملوا اللوج رول تكنيك بعد ما أخدنا فوكسد هيستوري وأخدنا فوكسد uh, examination بتيجي خطوة الدايجنوستيك assessments التست والبروسيجرز اللي أنا بعملها الهيستوري والاكزامينشن بيعملوا بيلفتوا نظري إن في حاجات مهمة في البيشنت ده لازم أعملها في شوية بروسيجرز أو investigations لازم أعملها uh, على حسب الهيستوري بتاعه فيه إيه والاكزامينشن بتاعه فيه إيه يعني مثلا أنا لو عندي عيان هيد انجري أوكي فمن الهيستوري ومن الاكزامينشن للبيشنت انا بعمل بختار ان انا اعمل له مثلا سي تي مش كل العيانين بعمل لهم سي تي لكن لو عيان انا عارفه ان فيه هيد انجري ده طبعا لازم اعمل له سي تي على البرين فالخطوه التستات او البروسيجرز اللي احنا بنطلبها للبيشنت دي بتعتمد على البروفيشنال ديجنوزز او انا عايزه اوصل لايه عايزه عايزه اشخص البيشنت ده ازاي لكن في ثوابت في ثوابت في اللابوراتوري تيستنج وفي ثوابت برضو في الراديولوجيكال تيستنج يعني اي عيان بيدخل عندي في اصابات انا لازم في البرايمري سيرفي كنت بسحب له بلاد شوجر عشان اشوف الجلوكوز بتاعه شكله ازاي بعمل روتين في حاجات معينه لازم اعملها روتين لي يعني الكيمستري بتاعه البيشنت البلاد بيكتشر بتاعه البيشنت الهيموجلوبين البروثرومبين كونسنتريشن ده عيان ممكن يدخل عمليات فلازم اشوف الكواجريشن بروفايل بتاعه ازاي وابقى عارفه البيز لاين بتاعه في الهيموجلوبين قد ايه هل هيعوز دم مش هيعوز دم نازف مش نازف طب لما نزف الهيموجلوبين نزل طب الهيموجلوبين الترند بتاعه ثابت ولا بينزل ولا 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 في حاجات اساسيه وروتينيه لازم اعملها في اي عيان داخل عندي في بولي تروما داخل عندي في اصابات كمان الاكس راي في حاجات معينه لازم اعملها يعني لازم اعمل مثلا اكس راي على السباين وعلى الشيست وعلى البيلفز دي الاماكن المهمه اللي لازم اعملها لكن مثلا انا لو عندي عيان انا شاكه ان في مثلا فراكشر فيمر فيه فراكشر تيبيا وفبلا فانا بكمل باقي الاشعاعات بتاعتي كلها للبيشنت. البوينت اوف كير الترا ساوند انا عندي جهاز الالترا ساوند موجود في الع في السي بي ار في الامرجنسي ديبارتمنت ال فانا بمشي على البيشنت كله بس بركز مثلا لو حد عنده ابدومينال تروما فانا بركز على اكزامينشن للابدومين اشوفه هل في كوليكشن ولا مفيش تمام؟ آه مثلا عايزه اسحب له بلاد جاز في حاجات تانية بقى لازم مثلا في نوع معين من العينين بعملها مثلا عيان عايز اركب له انفيزيف عيان بينزف فهركب له انفيزيف ارتيريال عيان جاي لي برضه بينزف او انا شاكه ان في شوك فبعمل سنترال فينس بريشر مونيتورنج عيان انا شاكه ان في حاجه في الهارت فانا بعمل ايكو اداني هيستوري مثلا ان هو او عنده فالف ليجن او عامل عمليات قبل كده فلازم اعمل له ايكو يعني في حاجات اساسيه ولازمه ان انا لازم اعملها وفي حاجات بتساعدني وبيبقى دايركتنج او جايدنج اللي بشوفه في البيشنت في الاكزامينشن واللي بسمعه من البيشنتس والبيشنت ريليتيفز في الهيستوري <applause> تمام كده احنا عملنا اللي علينا عملنا برايمري survey وعملنا secondary survey وحددنا احنا عايزين ايه للبيشنت في التحاليل وفي الاشعاعات واذا كان في procedures معينه عايزها عملناها له فكده تمام كده نسيب ايدينا من البيشنت ونسيبه قاعد في اصابات الحقيقه لا اه العيان الكريتيكال ده لازم يبقى اون جوينج assess اسس وري اسس اسس وانترفين وشوف ايه اللي عنده المشكله فيها وعالجها او اعمل لها stabilization وبعد ساعه او بعد نص ساعه ارجع تاني ري اسس احنا ليه بنعمل ري اسسمنت ده كريتيكال حالات كتيره جدا دخلت في اصابات وكان داخل على رجليه وكان داخل كويس بس بعد ساعتين او بعد ثلاث ساعات بدات حالته تسوء ده انجري ده انجري وممكن تزيد يعني عيان الهيد انجري اللي داخل لك مثلا ده لو حصل له شويه هايبوتنشن الهيد انجري البسيط اللي عنده هيزيد عيان مثلا داخل في بوليتروما بيشنت وهو يعني الابدومين لما عملت له اكزامينشن في الاول ما كانش فيه كوليكشن لكن بعد فتره مثلا كان في تير في الليفر كان في مشكله من البلانت تروما انت ما شفتهاش في الاول بدات تجمع كوليكشن وبدا يبقى عنده ابدومينال ابدومينال كوليكشن وبدا ضغطه يقل فاحنا الحالات اللي زي دي احنا بنعمل اه انيشال اسيسمنت برايمري سيرفي سكندري سيرفي ونظبط العيان ونشوف ايه تحاليله ايه حاجته ونستنى ونعمل تاني نعيد تاني القصه دي علشان نتاكد ان البيشنت حالته ما ساقتش فلازم نعمل ري اسسمنت افري ناو اند زين امتى قد ايه بقى الفريكونسي بتاعت الري اسسمنت دي بتعتمد على البيشنت critical كونديشن كان ايه ده مش بس كده ده انا ممكن كمان وانا بعمل ري اسسمنت للبيشنت تظهر لي حاجات ما كانتش ظاهره في الاول يعني ممكن تظهر مشاكل او بروبلمز ما كانتش جايه في الفي... كفيرست برزنتيشن في البيشنت دوت فالاسسمنت والري اسسمنت ده من الحاجات المهمه جدا طب بعمل ري اسسمنت ازاي ابلاي نفس الرولز بتاعه الاسسمنت البرايمري والسكندري اسسمنت يعني برده انا بعمل آه ري اسسمنت للبيشنت بشيك على الاير واي بتاعه والبريسنج والسيركيوليشن والاكسبوجر نفس السيكونس هو هو في السكندري سيرفي برضو بشيك على نفس الحاجات لان ممكن انا مثلا يبقى عيان زي ما قلت لكم عيان يبقى جاي كويس بس الامور تسوء يبقى داخل كوما سكيل 15 بعديها مثلا بساعه يبقى ينزل الكوما سكيل يبقى تمانية. طب ليه يبقى داخل مفهوش كوليكشن بعديها بساعتين يبدا يبان الكوليكشن يبقى يبقى داخل ما هوش شوكد بس بعديها بساعه مثلا يبدا يبقى, يبقى شوكد بالرغم من ان انت مدي فلويدز ومدي العيان كل التريتمنتس المطلوبه لان في انترنال بليدنج انت ما اكتشفتوش عيان مثلا يبقى داخل عندك الاير بتاعه كويس بس بعديها بنص ساعه او بعديها بساعه يبدا الاير يحصله يحصل له مشكله مثلا الكوما سكيل بتاعه بدا يقل فالعين بقى اوبستراكتد فلازم تعمل مانجمنت اسيسمنت ومانجمنت للاير تاني فالري اسيسمنت ده من الحاجات المهمه جدا لا تغفلوه وانت بتعمل ري اسسمنت للبيشنت بتاعك اللي في الامرجنسي ديبارتمنت خلي بالك ان في وورنينج ساينز بتقولك العيان ده بدا يبقى ديتيريتنج العيان ده انت لو سبته ممكن يبقى داخل على الريست فلازم تاخد بالك منها كويس جدا ايه هي بقى الوورنينج ساينز دي ديفيشن من النورمال يعني لو لقيت في اير واي كومبرومايز بدا الاير يبقى أوبستركتل. بدا يبقى فيه اديمه ما بياخدش نفسه كويس بدا يبقى دي ساتوريتد اعرف ان عيانك داخل على الريست ريسبيريتوري ريت النورمال ريسبيريتوري ريت من 12 ل 20 لما تلاقيه بدا يبقى اقل من 6 او اكتر من 30 يبقى عيانك في مشكله الهارت ريت النورمال من 60 ل 100 في الادلت لو لقيته اقل من 40 او اكتر من 140 يبقى عيانك داخل على مشكله البлад بريشر النورمال بلاد بريشر في الادلت انا هقول على الادلت يعني في الادلت من 120 120 على 80 ده النورمال في الادلت اللي سنه من من 20 ل 60 مثلا احنا النورمال بتاعنا من 120 على 80 كل ما بيكبر السن كل ما بيزيد الليميت ده لكن لو لقيت السيستوليك بلاد بريشر بتاعك اقل من 90 وحطيت البيشنت على المونيتور ولقيت المين ارتيريال بلاد بريشر اقل من 60 يبقى عيانك في مشكله او لو لقيت ضغطه عالي يبقى عيانك برده في مشكله إيه لو لقيته العيان كان داخل عندك و واستيلو الكوما سكيل في الاول او الافبو سكور واتيفر كان ايه وكان الكوما سكيل بتاعه كويس والعيان فولي كونشس وزي الفل كان 15 لقيته بعديها بنص ساعه او ساعه بدا الكوما سكيل بتاعه يقل يبقى عشرة يبقى 8 يبقى عيانك فيه مشكله لو لقيته ان في ان agitation اجيتيشن يعني العيان بقى ريتابل زياده عن اللزوم ساعات ممكن تقول ممكن في بين طب ما انت مديله انالجيزكس طب ما انت عملت سبلنت للفراكشر اللي فيه فالمفروض ما يبقاش فيه بين شديد طب الاجيتيشن ده ايه سببه؟ يبقى عيانك فيه مشكله لو لقيت العين دخل في كونفولجنز الكونفولجنز دي يعني غير الورسننج افكت اللي بتعمله الكونفولجنز لكن الكونفولجنز دي وورنينج ساينز ان العين ده فيه مشكله فيه مشكله كبيره لازم يتصلح دي حاجة لو انت بنركب قسطرة احنا بنركب قسطرة مع البرايمري Primary Survey سيرفي Secondary survey، بنركب طبعاً يورينري كاستر عشان نحسب الفلويد بتاع البيشنت ده ايه ونشوف العيان ده ولا اوليجورك ولا ولا نورمال بيديني نورمال يورين اوتبوت فلو لقيت العيان ده مش جايب يورين او العيان في ديكريز كان جايب يورين في الاول بعد كده بطل يبقى في مشكله يبقى عيانك فيه مشكله هايبوفوليميك وفي مشكله سواء كان على مستوى السيركيوليشن او مشكله على مستوى الكدني لو انت احساسك بالبيشنت كان داخل معقول بداته حسيته بدا يسوء وبدات الامور يعني جنرالي حتى من الفيرست لوك للبيشنت بصيت عليه كده لقيته بقى بيل قوي بقى كونفيوزد قوي فيبقى عيانك برده في مشكله فاكرين الابروتش ده اللي قلتهولكم في اول محاضره في محاضرات الاكيوت ايمرجنسي بلوك انا عايزاكم بعد ما نخلص المحاضرات دي تطلعوا حافظين الابروتش ده ومش بس حافظينه تعرفوا تطبقوه في اي عيان يجيلكوا بصرف النظر هو كان تروما او مش تروما احنا طبعا الاولوية لينا في الاكيوت امرجنسي بلوك هي عيانين التروما لكن انت بتطبق الابروتش ده في اي عيان كريتيكالي ال بيجي لك في الامرجنسي ديبارتمنت بتبدأها بالترياج اللي ما بياخدش اكتر او الانيشال اسيسمنت اللي ما بياخدش اكتر من سكنز وبعدين بتدخل على البرايمر اسيسمنت على طول اللي ما بياخدش اكتر من خمس دقايق بالاي بي سي دي اي e ابروتش وشوفوا الكلمه المكتوبه البرايمري سيرفي ايدنتيفاي لايف كونديشنز Rapid less than 5 minutes treat as you find. انت والله بتعمل ابروتش ده وبدات بالاير لقيت في مشكله ما تطلعش على البريسنج غير لما تصلح المشكله دي and so on. وبتلاقيه في اخر البرايمري سيرفي بتكون ركبت للعيان اكسجين وحطيت له كل المونيتورنج اللازمه ليه وركبت له كانيولا واديت له intravenous fluids الاي سي جي والبالس اوكسيمتري ركبوا له الاكسجين اللي اقصد الجلوكوز ليفل بتاعه اتعرف وممكن تكون كمان ركبتله فولي كاستر او نيزو جاستريك تيوب وبعدين بتدخل على السكندري سيرفي بتاخد هيستري كويس هنا مكتوب امبل او سامبل الاتنين صح وبتعمل اكزامينيشن للبيشنت ولوج رول في حالات التروما وبتطلع من السكندري سيرفي محدد الاكشن بلان بتاعتك عارف ايه التحاليل اللي هتبعت تطلبها له وايه الاشعاعات اللي لازم يعملها ايه الدراجز اللي لازم ياخدها ايه العمليات اللي مطلوبه له سواء كنت هتعملها دلوقتي او تتعمل بعد اسبوع او بعد اسبوعين بس انت عملت اسسمنت للبيشنت ده صح مثلا بيشنت فيه فراكشر مانديبول وفي فراكشر تيبيا وفيبيولا وفي فراكشر مثلا ريدياس والنا هتعرف امتى هيتعمل كل حاجه من دول الهيموجلوبين بتاعه مثلا طلع 8 فهتسحب له سامبل علشان تحضر له دم انسون فانت عملت الاكشن بلان بتاعتك بالنسبه للعيان ده وظبطت كل حاجه خاصه بالبيشنت ده بيجي فتره بعد كده بتبقى عايز تنقله للديفينيتيف كير طالع خلاص انت خلصت له حاجته اللي عندك في الامرجنسي ديبارتمنت يا هتوديه وورد يستنى يتعمل له باقي الحاجات يا هتوديه مثلا العمليات علشان يتعمل له اه ريموف ميتال مثلا اه شرايح ومسامير وتتعمل له اه وات ايفر كان الديفينيتيف كير بالنسبه له ايه في العمليات اند سو اون طيب هننقل العيان ده ازاي؟ قاعده عامه طالما هتنقل عيانك سواء كان جوة المستشفى من مكان لمكان أو حتى ما بين مستشفى لمستشفى فأنت لازم تنقل العيان ده أفتر ستابلايزيشن ما ينفعش يبقى عيان جاي هايبوتنسيف وشوكد وانقله وهو بالحاله دي لا هركب كانيولا وادي محاليل وادي دم واذا كان هايبوتنسيف ومحتاج انتروبس محتاج ادرينالين اذا كان الاير واي فانا بركب انبوبه وبحطه على اكسجين وبنقله لكن ما بنقلش عيان الا بعد سواء كنت نقلته من مستشفى لمستشفى إيه لو مثلا إيه المستشفى دي ما فيهاش امكانيات كبيره فانا عايزه انقله المستشفى فيها امكانيات لعمليات ما بتتعملش في المستشفى الصغيره دي او كان من مكان لمكان مثلا في قسم الاصابات وعايزه اوديه اعمل له اشعه اعمل له سي او عايزه اوديه لقسم العظام او عمليات العظام عشان يعمل ديفينيتيف تريتمنت بتاعته ويثبت الكسور اللي عنده دي وتبر كان النقل فين بس هي كقاعده اما كقاعده عامه احنا بننقل العيان افتر استابلايزيشن اوكي اه يبقى ما بحاجته بالاكسجين بتاعه بالانفيوجنز بتاعته بالدم بتاعه بمحاليله والحاجات دي كلها ماشياله واحنا بننقله ده عادي مفيش مشكله بس لازم يبقى ستابلايز ده رقم واحد رقم اتنين بقى في شويه حاجات او تيبس علشان اقدر انقل البيشنت بتاعي بشكل سيف هنقراهم مع بعض واحده واحده اولا انشور البيشنت ستابيليتي دي اللي احنا قلناها ولو البيشنت على دراكس يعني مثلا اذا كان بيشنت موجود عندي على انوتروبس وعلى فلويدز وعلى بلاد وعلى اكسجين فلازم اتاكد ان انا وانا بنقل العيان برضو الحاجات دي تبقى موجوده معاه يعني الدراجز هتبقى ماشيه الدم هيبقى ماشي الفلويدز هتبقى ماشيه الاكسجين متاكده ان انا معايا اسطوانه اكسجين جاهزه ومليانه مع الترولي او مع عربيه الاسعاف اللي هتنقل العيان ده ده رقم واحد رقم اتنين كول ايرلي انا دلوقتي هنقل العيان مثلا لقسم الاشعه علشان عايز أعمله له سي يبقى اتصل بتوع الاشعه عشان اظبط له ميعاده يقول لي مثلا تعالي بعد عشر دقائق تعالي بعد نص ساعه يبقى اروح على الميعاد على الوقت بالظبط اللي هيدخل فيه البيشنت انا مثلا البيشنت ده انا هطلعه مثلا عمليات العظام علشان يعمل الكسور اللي عنده ما طلعهوش من اول لسته العمليات وهو داخل مثلا البيشنت رقم اربعه اخليه وكولينج مع الليستة طب يا جماعة هتشتغلوا العيان ده إمتى هيقولك مثلا إحنا دلوقتي شغالين وهندخله بعد البيشنت ده يعني معانا نص ساعة يبقى بعد نص ساعة نطلع البيشنت الأسانسيرات نتأكد إن الأسانسير موجود وشغال في المكان اللي أنا هبعت فيه البيشنت بتاعي عشان مش بعد ما أطلع البيشنت مثلا من الدور الأرضي وأبقى عايزة أطلعه الدور الثالث أقعد ألف على الأسانسيرات لا أنا ببقى عارفة أنهي أسانسير موجود والأقرب لمكان العمليات وكل مكان بيبقى ليه الاسانسير الخاص الخاص بيه اللي يطلع البيشنت من قسم استقبال الاصابات للعمليات اللي موجوده فيه ان ما كانتش العمليات جنبه في نفس السيكتور دي حاجه الحاجه الثانيه لازم نتاكد ان الترانسفير ده ليه لازمه يعني عيان بينزف وعيان ميت ما اقولكش اروح اعمل له كسر اروح اعمل له اكس على كسر في رجله فلازم الترانسفير اللي انا هنقل بيه العيان ده يبقى ليه لازمه تمام دي حاجه الحاجه الثانيه لازم وانت وانت رايح معاك البيشنت مثلا نقله يبقى معاك كل الداتا بتاعته معاك اشعاعاته وتحاليله معاك مثلا حاجته كلها مش لما نيجي نطلع بالعيان فوق في العمليات يجوا دكاتره التخدير يقول لك طب فين تنزل نجيبها تحت ونتعطل والكلام ده فلا لازم حاجتك او حاجه البيشنت كلها تبقى معاك واحنا بننقل كمان في حاجه اسمها ترانسفير تشيك ليست لازم بنمضي عليها الاول انا مش هقولها هنا لان هي بيوند محاضره الطلبه يعني بس هو في حاجه اسمها ترانسفير تشيك ليست لازم تسليم واستلام ولازم الناس اللي هت... اللي هت اللي هتنقل العيان ده بتبقى ماضيه على حاجه في الداتا بتاعه البيشنت نفسه والتشيك ليست ايه اللي شيكت عليه وايه اللي مش شيكتش عليه فدي بيوند الليفل ده من المحاضرات يعني تمام الحاجه اللي بعديها لازم تختار الابروبريت مود للترانسفير هتنقله ازاي هل هو عيان كونشس هتنقله على كرسي هل هو عيان آه في كسور مثلا بس كويس وحالته كويسه هتنقله على ترولي آه هل مثلا المسافه ممكن تبقى فيها يحصل فيها هيت لوس فلازم الترولي بتاعك يبقى مقفل انا الحقيقه كنت اول مره اشوف الترولي المقفل ده شايفينه اللي في الصوره دي علشان ما يحصلش اي هيت لوس للبيشنت ويبقى البيشنت معزول من اي انفكشن او اي اكسبوجر فدي حاجه من الحاجات كويسه جدا او مثلا احنا بنبقى موجودين في المستشفى الرئيسي ولو جبنا حد اللي بيسمع طبعا المحاضرات دي من طلبه طب اسيوط فانتوا عارفين ان احنا عندنا زي تجمع لمستشفيات كتيره في نفس المكان فانا ممكن مثلا ابقى في الرئيسي وهيجي لي بيشنت من اطفال او هيجي بيشنت من الركحي او من القلب مثلا البيشنت اللي جاي لي من هناك لغايه هنا هيمشي حوالي 50 ل 100 متر فالحركه دي ما بنعملهاش بترولي ده بتجي له عربيه اسعاف مخصوصه بتجيب البيشنت من المستشفى دي للمستشفى دي فالمسافه برده من الحاجات المهمه حتى لو كان جوه التجمع المستشفيات مش بس من مستشفى بعيده لمستشفى بعيده لا جوه تجمع المستشفيات لو انت حاسس المسافه هتبقى كبيره فالعين بيتنقل في عربيه اسعاف فالمود اوف ترانسفير من الحاجات المهمة افويد الدبل ترانسفير النهاردة انا جيت استلمت النبطشية الساعة 8 بتوع عظام طلبوا مني ان انا اعمل للبيشنت ده اكس راي على مثلا الليج بعديها بشوية هو عنده مشكلة في الشيست فبتوع كاردي سوراسيك طلبوا مني اعمل اكس راي على الشيست فالساعة 8 البيشنت يروح قسم الاشعة يعمل اكس راي على الشيست وبعديها بساعة بعديها بساعة يروح يعمل اكس راي على الليج لا هو البيشنت بيروح مرة واحدة فاحنا دايما لما بننقل بنشوف اولوياتنا للنقل ايه وبننقل البيشنت للمكان اللي عايزين نروحه فيه مرة واحدة بدل ما نودي ونجيب البيشنت ونعرض البيشنت للريسك كبير ودي ميزة الاكشن بلان اللي احنا بنعملها في اخر السكندري سيرفي الاكشن بلان بتقول ان البيشنت ده محتاج واحد اتنين تلاتة في الايمجنج محتاج واحد اتنين تلاتة في البروسيجرز محتاج واحد اتنين تلاتة في العمليات محتاج عملية واحد واثنين ثلاثة وممكن نعمل جمع للحاجتين دول في نفس الوقت يعني لو عايز أعمل كذا بروسيجر في مكان واحد بعملهم مرة واحدة لو البيشنت يستحمل أعمل له كذا عملية في نفس السيتنج يبقى ده أفضل بأن أنا أدخله كل شوية قط العمليات وعرضه الريسك الأناسيزيا وريسك البلاد لوس فلو عمل حاجته كلها مرة واحدة ده يكون أفضل بكتير فدايما تراي تو افويد الدبل ترانسفير واخر حاجه لازم تبقى متاكد ان عملية النقل دي هتبقى بأمان يعني تراست ان البروسيجر دي هتبقى بأمان مسيف حاجتك معاك الريسستيشن دراجز عارف ان اسطوانة الاكسجين اللي معاك كافية وهتكفي الوقت اللي البيشنت هيبقى ترانسفيرد فيه عارف ان البيشنت ده لو راح في المكان ده هيتعالج على طول او هيبقى في الفيرست برايورتي ليه ومكلم الناس اللي فيه فدايما تبقى تراستنج البروسيجر بتاعتك هتحصل صحة ولا غلط من الحاجات اللي كمان الناس بتتكلم فيها كتير وعليها كونفليكت وانت بتنقل العيان ده مين اللي المفروض يروح معاه؟ اهل المريض بس؟ المسعفين؟ والحاكمات؟ العمال؟ ولا لازم يروح معاه دكتور؟ الحقيقه مفيش حاجه اسمها اهل المريض ينقلوا مريض بس لازم يبقى حد اوثورايزد ان هو ينقل المريض من مكان لمكان اوكي؟ طيب ده لازم يكون هايلي سكيلد ولا ممكن يبقى هاي نيرس تكفي؟ لو البيشنت في كريتيكال كونديشن البيشنت مثلا انتوبيتد البيشنت على في انفيزيف مونيتورز مركب ارتيريال كانيولا ماشي على انتروبس ومشي له محاليل ومشي له حاجات في في مشكله جامده في البيشنت كريتيكالي ممكن اتوقع ان ممكن مثلا مع النقل يحصل له مثلا الريست فنحتاج نتعامل معاه صح او 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 ففي الحاله دي لازم يبقى سكيلد فيزيشن يبقى موجود مع البيشنت وغالبا لو انت في الاصابات اللي بيبقى ماسك النقطه دي بيبقى دكاتره الانستيزيا والسي بي ار عموما دكاتره الامرجنسي في السي بي ار هما اللي بيبقوا ماسكين القصه دي اللي هما طب الطوارئ او التخدير هو اللي لازم يبقى موجود في اثناء نقل البيشنت من مكان لمكان لو البيشنت ده كريتيكال ال WHO الحقيقه عملت لنا تشيك في كل حاجه تقريبا في الكلينيكال فيلد او في الميديكال فيلد من اهم الحاجات اللي عملتها لنا بالنسبه للتروما مانجمنت هي التروما كير تشيك ليست هي طبعا هي الصوره هنا مش واضحه بس انا لو كتبته على الجوجل تروما تشيك ليست تروما كير تشيك ليست دبليو اتش او هتطلع لكم على طول وانا هسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده بعد ما بتخلص البرايمري سيرفي والسيكندري سيرفي بتسال نفسك كام سؤال علشان تتاكد ان الحاجات دي اتعملت ولا لا ونشيك على شغلنا علشان اللي يجي يستلم منا العيان بعد كده يبقى عنده صوره واضحه وخريطه واضحه للعيان ده هو فيه ايه بالظبط فانا هقراها معاكم لان ممكن يعني القرايه من الفيديو تبقى مش واضحه شويه يعني طيب immediately after primary و secondary surveys بنسأل نفسنا كم سؤال is further airway intervention needed وإمتى بنحدد هل هو needed ولا لا لو العيان فيه جلاسكو كوما سكيل 8 أو أقل يبقى محتاج intubation لو العيان فيه هايبوكسيا او هايبركاربيا انا لقيتها بالاكزامينشن وعملت تشيك عليها لو العيان فيه تروما في الفيس او في النك او في الشيست او اي سيفير تروما بيشنت وبالتالي الاير في البيشنت في الـ ده محتاج ان هو يبقى اسست ومحتاج يبقى فيه اير واي هل انت عملت كده ولا لا يس هتشيك على يس لو كنت عملتها او تشيك على نو لو كانت ما تعملتش. is ذير attention pneumothorax attention pneumothorax زي ما شفنا في محاضرة البرايمري سيرفي ده ما يتعداش ده لو لقيته في البيشنت ده لازم تمانج تمانج البيشنت ده بسرعة ما يتعداش ما يتسابش من البرايمري سيرفي على السكندري سيرفي احنا بنعمله في البي في الستيج بي في الابروتش اوف ذا برايمري سيرفي فهتقول هاي يس yes. والشيست درين بليست ولا نو تك عليه. Is pulse oximeter placed and functioning في البيشنت ده؟ Yes ولا not available؟ هل ركبت له large pore intravenous fluids واديته large pore intravenous cannula واديت له fluids وبدأت ال fluids management بتاعته؟ لو كنت عملت كده هتقول yes لو البيشنت مش محتاجة هتضغط على not indicated أو not available أنا ده أنا موجود في الشارع أنا مش ما عنديش cannulas لو full survey للبيشنت اتعمل ولا لأ؟ في الـ في السكالب في البرينيوم في الباك الاماكن دي عملت لها اكزامينشن ولا لا لو عملت لها اكزامينشن بتعمل تشيك عليها لو ما عملتش اكزامينشن بتسيبها فاضيه هل البيشنت اسيست فور انترنال بليدنج باكزامينشن بسونار بدايجنوستيك بريتونيا لافاج لافاج بسيتي ولا لا لو يس yes هتقول على الحاجه اللي انت عملتها للبيشنت ده يس yes ولو ما عملتهاش هتسيبها فاضيه هل spinal immobilization في البيشنت ده نيدت لو نيدت هتقول يس yes ودان ولو نوت انديكيتد هتعلم على نوت انديكيتد النيرو Neurovascular ستيتس اوف اول limbs حسيت البالس بتاعت الفور limbs يعني البيشنت فيه peripheral pulse كويس لو حصل هتقول يس yes ودان لو العيان مش محتاج هتقول نوت انديكيتد هل البيشنت هايبوثيرميك لو هاربو لو هايبوثيرميك هتقول يس yes وورمت ودفيناه ولو مش هايبوثيرميك هتضغط على نو no. هل البيشنت نيد محتاج حاجه تانية ولا اتعملت ولا ما اتعملتش urinary كاستر شست درين نيزو تيوب ولا حاجات دي كلها نوت انديكيتد فاللي محتاجه البيشنت هتعلم عليه وفي الاخر بتقول البيشنت ده اخد ايه هل اخد analgesics؟ هل اخد تيتانوس فاكسين هل اخذ انتيبيوتكس ولا الحاجات دي مش انديكيتد وبتقول هل الايمجنج اللي اتعمل له اتعمل كله ولا في حاجه تانية محتاجه فولو اب السيريال اكزامينشنز محتاجين نعمل سيريال اكزامينشن للبيشنت ده هل محتاجين نعمل له سيريال نيورولوجيكال اكزامينشن ولا ابدومينال اكزامينشن او فاسكولار اكزامينشن ولا قصته اتحلت ومش محتاج ري اسيسمنت البلان اوف كير للبيشنت ده عملنا لها ديسكشن مع مين هل عملنا ديسكشن مع البرايمري تيم مع ريسيفنج يونت ولا مع البيشنت والبيشنت فاميلي الريليفنت تروما شورت اتعملت له ولو اتعملت يس وهي فين ولو مش افيلابل او ما اتعملتش هنقول نوت افيلابل الحقيقه التشيك ليست دي من الحاجات الجميله اللي المفروض احنا كلنا نبقى عارفين الخطوات اللي فيها فاعرفوها للمعرفه العامه ومش بس التشيك ليست دي معموله للتروما بيشنتس لا كمان في ميديكال ايمرجنسي تشيك ليست لو اي كريتيكال uh, illness بيشنت جالك في الامرجنسي ديبارتمنت فبرده التشيك ليست دي اتعملت علشانه uh, هي الحاجات التشيك دول للتروما وللميديكال امرجنسي بيشنتس من الحاجات الجميله جدا الحقيقه اللي لو طبقنا الكلام فيها مش هيبقى مزد منا اي انترفينشن او اي examination مطلوب لاي عيان كريتيكال او عيان تروما بيشنت داخل عندي في الامرجنسي ديبارتمنت بكده محاضرتنا النهارده عن السكندري سيرفي تبقى خلصت فاشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته